سجل اللاعب المصري محمد صلاح هاتريك ليقود فريقه ليفربول لسحق فريق مانشستر يونايتد بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وتحول مسرح الأحلام الملعب الخاص باليونايتد لمسرح للكوابيس والرعب بعد الشوط الأول الذي سجل فيه ليفربول أربعة أهداف قبل أن يضيف صلاح الخامس مع بداية الشوط الثاني الذي شهد طرد لاعب اليونايتد بول بوغبا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 60 في وقت غاب فيه كريستيانو رونالدو عن صنع الفارق رغم وجوده على أرض الملعب. أرقام مهمة وقياسية حققها صلاح بعد موقعة أولد ترافورد، حيث أصبح النجم المصري الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي متفوقا على العاجي ديدي دروكبا برصيد 107 أهداف. الملك المصري كما يلقبه عشاق ليفربول أصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يسجل هاتريك في مرمى مانشستر يونايتد في ملعبهم مسرح الأحلام. أيضا أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثلاث مباريات متتالية أمام مانشستر يونايتد على ملعبهم، وصلاح ثاني لاعب إفريقي يحرز رابع هاتريك في الدوري الإنجليزي بعد النيجيري ياكوبو. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الإعلامي الرياضي لطفي الزعبي. مبروك فوز ريال. مبروك عليك وعلى خير لك. طيب اليوم يعني قبل لا نتكلم عن خلينا لحظة دخولهم إلى الملعب، كانت هناك نظرة من رونالدو لاعب مانشستر إلى محمد صلاح. أنت نظرة التحدي. إيش فهمت؟ نظرة التحدي. وكان رونالدو صرح إني سأسكت الأفواه المنتقدة. مزبوط. هلا النظرة البعض يراها حسد غل كره، يعني حسب أنت بتحب رونالدو ولا لا، لكن فيها تحدي وفيها إعجاب، نوع من الإعجاب والتقدير لصلاح، لأنه صلاح بدأ من لا شيء لما كان رونالدو، فلذلك هذه النظرة أنا بشوف فيها نوع من ال إحساس أنه هذا أمامك نجم كبير وبدأ أنه لازم يقدم شيء جيد في المباراة ولازم ينافس ويحاول. هو أكثر من هيك. أكثر من هيك. طيب تقييمك للمباراة وتحديداً لأداء محمد صلاح، هل هو أفضل لاعب الآن ممكن أن نقول في العالم؟ حدا عنده رأي غير هيك؟ يعني حدا بيقدر رأيك. يقول أنه صلاح مش أحسن لاعب بالعالم غير الأخ الماثل أمامي؟ أنا أقول لك ليه؟ شو تقول لي؟ يعني مدافع ليفربول قال صلاح أكثر لاعب أناني، جاوب على سؤال جراهام بيك. هذا مواليد 53 عنده زهايمر الزلمه. جاوب على سؤال اسكتلندي. هذا لا هذا سبعينات، كان سبعينات وثمانينات. انا كمبيع هو حكى انه صلاح اناني. ما هو اذا ما كنت اناني ما تستطيع انك تحصل على كره وتنافس وتقاتل وتسجل اهداف. انت كل ما مسكت كره لازم تمررها. واحد بامكانات صلاح عنده مهاره عاليه وعنده قدره انه يسجل وعنده دقه بالتصويب، لمين يعطي الكرة؟ لساديو ماني اللي بتخانق معه كل يوم؟ احنا نتكلمش عن صفات اللاعب، احنا نتكلم يعني تقييمك كمتخصص. نعم. كأداء كيف تجد أداء صلاح وهل هو صلاح فعلا وليفربول. أفضل لاعب؟ صلاح وليفربول، صلاح أفضل لاعب في العالم وهو مظلوم جدا و يعني عم بيعطوه راتب عشر ترتيب. راح أتكلم عنه بعد النقطة. صلاح إمكاناته الفنية، شوفي من سنتين وثلاث كنا نقول صلاح من أحسن لاعبة العالم وكنا نحكيها بخجل شوي، يعني والله انه يعني يا ريت يصير صح ولا لا. الان انا بقولها بالفم المليان المليان والمفتوح زي ما بدك، صلاح احسن لاعب بالعالم. واتحدى، احنا بنحكي على هذا الموسم كم مره هداف، الان هو هداف عنده 10 اهداف بالدوري ودائما بيحسم المباريات، واول لاعب بيسجل من ايام رونالدو البرازيلي في الأولد ترافورد ثلاثيه او هاتريك.
اللي عمله شيء غير عادي، شيء غير عادي. ما في لاعب عم بكرر اللي عمله صلاح الآن. الآن صلاح أفضل لاعب في العالم هذا الموسم، ربما يكون مختلف بالنسبة لمحمد صلاح. أداء، أهداف تدرس، لكن هل سيكمل صلاح مع ليفربول؟ خاصة أنه أمس تغريدتك تقول هو العاشر بالرواتب في العالم. تخيل أنه مثلا جاريث بيل وهازارد أعلى منه ما يلعبون، دروغبا بوغبا أعلى منه، بوغبا أعلى، سانشيز. تخيل أنه ميسي ورونالدو ونيمار 75 مليون 75 مليون ثلاث أضعاف راتبه. فلما تطلع على الأرقام مش معقول، هذا الرجل مظلوم. ولما يطالب بزيادة أنا كنت ضد، أنه يعني هذا مدير أعماله جشع، يعني بده ليش خليه مستقر يعني. بس لا، لما بتشوف أداءه وأداء الآخرين وثلاث أضعاف، ليه يستحق أنه يطلب زيادة؟ هلا سقف الرواتب بليفربول مش عالي، يمكن ما يقدروا يعطوه الرقم اللي هو بده إياه، لكن بالنهاية لازم تعدل الرواتب، ويمكن يفتح باب، يمكن إلى راح يقول ريال مدريد ويروح الى مو ريال مدريد. شوف، في احمد حسام ميدو من سنغال انه هو رايح باريس سان جيرمان ومصر انه رايح. طبعا هو لا يأخذ على كلامه لانه تذكروا حلق شعره لما وعد. انا بعتقد انه ممكن تكون باب اذا لم يتفق، واذا عملوا زي ما عمل برشلونه مع ميسي او مدريد مع رونالدو وغادر صلاح، بيكونوا ما فيهم مش مؤخذوا. ما اعتقدش ان هم هياخدوا ممكن الريسك ده. بس هو كمان لازم يتعدى الوضع المالي وبسرعه. طيب شكرا جزيلا لك لطفي الزعبي على كل هذه التفاصيل، يعطيك العافيه. شكرا. ما تتوقعش تاني.